سيدتي هذا الأسبوع، تجارب سعوديات نجحن في حمل لقب شابة في عمر الأربعين. هؤلاء المشاهير مدعوون إلى عشاء في منازل شخصيات عربية مرموقة. ماذا حدث بين سيدتي وأحلام خلال 5 أيام؟ وهذا ما حدث في كواليس الزفاف الأسطوري لهيفاء وهبي. سيدتي المتجددة، مجلتك الأولى المفضلة. كي تطلعي دائماً على أحدث الأخبار والمعلومات التي تهمك، اشتركي في خدمة جوال سيدتي. خطوة هامة أنجزتها سيدتي بكل جرأة عندما أطلقت جائزتها للإبداع السينمائي بمهرجان جدة الرابع للسينما 2009 المخصصة لإبداع المرأة الخليجية، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى الصحافة العربية. دعونا نتابع التقرير التالي. احتفى عدد من الإعلاميين بمفاجأة مجلة سيدتي في إطلاق جائزتها للإبداع السينمائي للمرأة الخليجية التي تعد الأولى من نوعها ضمن مهرجان جدة السينمائي 2009 خلال مؤتمر عقد بمقر مكتب سيدتي بجدة. حقيقة العراب الحقيقي لهذا المشروع هو الأستاذ محمد بن فهد الحارثي، رئيس تحرير مجلة سيدتي. هذه المبادرة جاءتنا من خلال الأستاذ ممدوح في إدارة المهرجان لجدة السينمائي 2009، وطبعا تعاملنا معها بكل تشجيع ودعم. طبعا كونه متخصص جائزة سيدة الإبداع السينمائي من خلال مهرجان جدة السينمائي، بالتأكيد هذا سيفعل كثير من وجود المرأة الخليجية في مجال السينما. طبعا نحن نفتخر كثير من خلال يعني خبرتي في مهرجان جدة على مدار 3 أعوام، وجود العنصر النسائي هو وجود ضعيف جدا. الجائزة هي طبعا تتحدث أو تتكلم عن مجال الإبداع السينمائي للمرأة الخليجية، هي جائزة الإبداع السينمائي لها، ويركز أو تركز الجائزة على جانبين: كتابة السيناريو والإخراج. أتمنى أن تكون هذه الجائزة ليست فقط مادية، وإنما تسخر لدورة تدريبية ليكمل الفائز أو الفائزة صقل هذه التجربة. أنا مبسوطة مرة من مبادرة سيدتي، إنهم بيشجعوا اكتشاف مبدعات سعوديات أو خليجيات. بس أنا سؤالي يعني على أي أساس هم فكروا إنهم يقيموا مثل هذه المسابقة؟ يعني هل هم واثقين إنه بالفعل عندنا إحنا مبدعات سعوديات في مجال الإخراج والتمثيل والسيناريو؟ إحنا إذا ما عندنا يعني رجال في مبدعين في هذا المجال إلا قلة، فما بالك بالنساء؟ نحن لا نرغب أن نعرض بس مجرد العرض، أن نقول لدينا فيلم سينمائي، هذا يعني نريد أن نتجاوزه. مجرد التنافس اللي في مجال السينما يزيد من شعبية هذا المجال، يعني بينما لو لم يكن هناك مسابقة أو لو لم يكن هناك منافسة، بالتأكيد أن الأمور ستسير أكثر هدوء. يعني مهرجان سينمائي في جدة، هذه الكلمة أيضا تكفي، لأن نحن نقول أنه إن شاء الله أمامنا خطوات جميلة جدا من هذا الثنائي الجميل سيدتي وإدارة المهرجان. في أكيد مبدعات في السعودية، بس كل اللي ينقصهم شوية دعم، شوية تشجيع، شوية دورات، شوية تعليم، وأكيد حيبدعوا أكثر. تطرقنا في هذا العدد لمجلة سيدتي إلى موضوع سن الأربعين، هل لا يزال يعتبر في مجتمعنا فوبيا تراود كل النساء، أم أنها تغيرت لتصبح عقدا زاهرا في حياة المرأة؟ ووفقا لدراسة أمريكية أجريت على 8000 أنثى، أثبتت أن 90% من النساء لم يشعرن بالسعادة الحقيقية إلا بعد سن الأربعين. خلونا نشوف رأي المرأة العربية.
المخرجون يتنافسون عليهم، صورهن تتصدرن الإعلانات، إنهن النجمات العالميات. تلك النساء اللواتي يعيشن في أحلامكم، أتعلمون أن بعضهن قد تخطينا سن الأربعين؟ كيف تشعر وهي تطفئ هذه الشمعة؟ هل وضعت أحلامها الواهية جانباً وتصالحت مع الحياة؟ هي تحاول أن تبدأ مشواراً جديداً بعيداً عن انكساراتها السابقة، إنها تعيش انعطافاً مهماً في حياتها، فعما تبحث؟ نساء الأربعين يعيشن اليوم تتويجاً لحياتهن المهنية، كما يعيشن تتويجاً لحياتهن العاطفية، فنرهن يتزوجن أو ينجبن لأول مرة. المرأة في الأربعين اليوم تفاجئنا باكتمالها الأنثوي والعاطفي والنفسي. هي امرأة تختبر أولى خطوات السعادة، كأنها تعيش للمرة الثانية العشرين من عمرها. امرأة تجبرنا على مراجعة الكثير من مفاهيمنا. موضوع شيق جدا، وتنضم إلينا في الاستوديو السيدة ليلى عبيد والإعلامية رانيا الباز. أهلا وسهلا فيكم بسيدتي. أهلا وسهلا فيك سيدتي. عنوان كبير طبعا لمواضيع عديدة، واليوم سن الأربعين أو ما بعد سن الأربعين، اللي دايما لما نفكر أنه رح نوصل لسن الأربعين بيكون عنا معاناة مع نفسنا ومع المراية، صح سيدة عبيد؟ أنا برأيي يمكن إيه ويمكن لا، لأنه هيدا موضوع بيتراوح ما بين كل سيدة وأخرى، قدي عندها قناعات لهالموضوع، قدي هي متفضية لتفكر بالأربعين أو لا، إذا قيمت بتكوين الأسرة، إذا عندها عمل، عندها هدف، عندها وقت بتمليه، أيام بيقطع الأربعين مثله مثل غيره، وبيكون من أحد السنين اللي بتتذكرها الحلوة يلي بتحتفل فيها دايما، لأنه بتكون عم تبلش تحس أنه قدي هي عندها مسؤوليات أكتر، قدي عندها نضوج بوجهها بذكرها بأشياء كتيرة. سن الأربعين ما بيخوف أبدا، اللي بيخوف يلي بيكون وراء الأربعين بالرأس بالعقل، كيف منديره. نعم. متعة الأعمار يعني سن الأربعين. رانيا سيدتي تطرقت إلى موضوع سن الأربعين خاصة بالنسبة للمرأة السعودية وإنجازاتها في هذا السن. أنت طبعا كسعودية شو بتخبرينا عن سن الأربعين؟ الصراحة أول شيء أتكلم عن الدراسة الأمريكية. نعم. ما بتعرف، هي دراسة لبث الأمل لدى السيدات إن في سعادة في الأربعين، أو دراسة حقيقية يعني أكيد طبعا تكون حقيقية. يعني بالنسبة للمرأة السعودية سن الأربعين يكون الانتهاء عندها بالنسبة للحالة الاجتماعية، إنه تزوجت من 15 وخلفت بالعشرينات وأصبحت جدة، وجدة كبيرة بالأربعين. فيمكن هذا السن مناسب خصوصا السعودية إنه تبدأ تطلع بحياتها، إنه إيش أنجزت وإيش سوت. اليوم هي فاضية جدة تعتبر، وشو بعت فيه عموما الأكثرية بيكونوا جدات بالأربعين. يعني أنا والدتي كانت ب32 جدة. نعم. فشو بعد فيه حتطلع لنفسها، وأعتقد أنه هو سن جميل، لأنه خلاص العقل والإحساس والحياة الاجتماعية كلها جربتها للسعوديات، فتبدأ اليوم تحلمي. نعم. تحلمي متأخر صحيح، بس أكيد فيها حلم، نوع من الأحلام. طيب سيدة عبيد، من ليه اليوم بهوليوود الزواج بالأربعين، الإنجاب ما بعد الأربعين، والنجاح ما بعد الأربعين؟ كيف ممكن للسيدة أن تظل تحافظ على جمالة ورونقها في هذا السن وما بعد هذا السن؟ رأبي نفسك بكرة، بس لح توصل إلى الأربعين لح يكون الجواب أنت عم بتحسي فيه من الداخل. قديها السن فيه نضوج، قديها السن بتصير تتعرفي على الكاركتير، على شخصيتك، بتصير تعرفي قدي بصير عندك اتزان باختيار ألوانك، قدي بصير في عندك ذوق بتذوق الأشياء، صوتك بيتغير، حضورك بيكون موقعه مختلف. منشان هيك يلاقي الرجل انتباه كتير من السيدة لما بتشوف تطلع برجل
عنده صح. حضوره بعمر معين من ما ولد بيكون هيك وزيد شيء الفتاة. نحن بنفرح ونقول السن اليافع هو سن الفرح، هو سن سعادة، ولكن سن الحضور، التألق، النجاح، الإنجاز ما حيكون هو واحد بعده صغير. نعم. وهيدي عظمة أنه يختاروا ويختاروا للزواج، لأنه الرجل يطمح دائما إلى مرأة، إلى مرأة سيدة. صح. وأنت هون عم تنطلقي من سيدتي، هي أيضا تفتش عن السيد. صح. سيدة عبيد بضطر أقاطعكم لننتقل طبعا للقطات اللي أخذتها كاميرا سيدتي من غداء تكريمك، وأكيد نحن واكبنا الحدث وحبينا نعرف آراء الناس والمدعوين في هذا الموضوع. مراحل العمر مهمة كتير، وأنا قطعتها وصرت أكثر خبيرة فيها. ما عدنا خبيرة التجميل، صرنا خبيرة مراحل العمر. أجمل مراحل العمر هي مرحلة النضوج، ومرحلة النضوج هي اللي بنكون نحن عنا سعادة، عنا اقتناع باللي شو بيلبق لنا، عنا كاركتر، عنا شخصية. هالنضوج هو يلي فينا نقول عنه هو يلي بيعطي قمة مراحل العمر مهما كان العمر، بس نوصل للنضوج هو قمة جمالنا. طبعا شاهدنا سوا مشاهدينا لقطات من تكريم السيدة عبيد، خبرينا عن هذا التكريم اللي كان له أصداء جدا جدا واسعة. والله أنا بعدني مش متصالحة مع كلمة تكريم، لأنه أنا بكير؟ بحس لا مش هيك، أنا بحس أنه الناس كتير أهم لتكرم. نحن بمسيرة استمرارية العمل وتقدير من الآخرين، هيدي حفلة تقدير كبيرة، ونحن منحب نكرم يلي ساعدونا لإنجاح أي عمل. إذا كان لمين بتهدي هذا التكريم؟ هذا التكريم بهدي للفريق العامل بأي عمل. ما في أي عمل بتصفي إيديك فيه للنجاح إلا بإيدتين. يعني ما في أجمل من التكريم، خاصة ما يكون في سن كمان مبكر، مش من بعد ما صحيح. واحد يرحل عن الدنيا أن يكرم. أكيد شغلة كتير مهمة. أحس بالسن 40 أكثر اهتمام بنفسها، أكثر نضج، أكثر إنتاج، ممكن تهتم يعني بأسرتها أكثر من الأول، وتحاول تثبت وجودها في العمل إذا كان عندها عمل أو شيء أكثر. أنا أشوف مجتمعنا إنه المرأة بالعكس سن 40 ممكن تنفتح أكثر، عقليتها تصير أكثر أكبر، تواجه مشاكلها بنفسها. يعني سن 40 أتوقع أول خطوة إن المرأة تثبت فيها جدارتها، وضعها في الحياة الاجتماعية، اكتسبت بما في الكفاية علميا، ثقافيا، اجتماعيا، خبرات بما في الكفاية. سن 40 يعتبر سن الرهبة للمرأة، لكن إذا فكرت فيه من ناحية إيجابية فيعتبر سن السيادة. كيف؟ لأنها تمتلك في هذا السن جميع مقومات الثقة، الاستقرار، حتى أنها تمتلك مقومات العمل. رانيا، هل بتعتقدي بأنه نظرة المجتمع العربي للمرأة بسن 40 رح تتغير مثل ما تغيرت النظرة في المجتمع الغربي؟ إن غيرتها المرأة بنفسها، إذا المرأة بنفسها تجاهلت هذه النظرة وعاشت حياتها طبيعي وأعطت لنفسها حقها اللي هي تستاهله، أعتقد ما حيهمها المجتمع، المجتمع بعد كده ما حيكون مؤثر بهذه النظرات السيئة واللي تخلي المجتمع كله يتراجع ذكر وأنثى. طب شو هو أهم عائق بالنسبة للمرأة بهالموضوع؟ فالمرأة ما تخاف إلا من النصف الآخر، إنه زوجها ليروح يدور له على زوجها أصغر. نعم. إنه عيالها ما عاد هذاك الاهتمام، إنه خلاص أمي ما بتفهم، خلاص من جيل سابق. مش عارفة، لا أنا قلت لك هو كله بيد المرأة. لما المرأة تشعر اللي حوالينها إنه هي ما بيهمها العمر، بتصرح به، بتتعامل مع نفسية مختلفة. نعم. ما بيتملكها اليأس والانطواء، ساعتها حتكسب. طيب من بعد سيدة عبيد، كيف ممكن أن نختصر موضوع ما بعد سن 40؟ أنا رح خبرك. أي؟ أنا ما عندي شعور 40 ولا 50 ولا 20 ولا شيء. أنا عندي شعور المرأة المرتاحة مع ذاتها، المرأة يلي بتضيع وقتها باتجاه شيء ما بتعرف شو هو، بيقوم بيشيل هاللغط عنها. نعم. وما بخليها تفكر بلحظة بشيء اسمه سنين، ولكن نعم. الثقافة تصنع القرار. صح. قدي أنت بتثقفي تفكيرك، ما في شيء إلا بيقول أن تقولي للعقول استمعي
وللرؤوس استديري. صح. هيدا يا عمرك هو اللي بيعمل لك قدي عندك حضور، قدي عندك جمال منسق، قدي انت منتبهة لحالك. على كل حال على كل حال للأسف الوقت خلص، وهذا الموضوع بياخد ساعات وساعات لأن المرأة عالم بأكمله. سيدة عبيد شكرا على النصائح، هالأمل أعطتي لكل النساء في الأربعين وما بعد الأربعين، بتمنى لك التوفيق والمزيد من التكريم. شكرا على تواجدك معنا في سيدتي. أنا بدي أشكرك، وبحب أنه هالحوار اللي كنا نحن فيه اليوم يطرح على الرجل، لأنه بالنهاية المرأة ترى نفسها في مرآة الرجل. خلي هو يخبرنا عن الأربعين يا إن شاء الله. خلاص نوعدك بالأسابيع المقبلة. رانيا أنت رح تبقي معنا لتنضمي إلى عشاء الليلة في سيدتي. أي شخصيات يمكن أن تختاروها افتراضا لدعوتها إلى حفل عشاء في منزلكم؟ ولو فرضنا أن الأمر أصبح ممكنا فمن تدعون؟ وماذا ستكون الوجبة الرئيسية ولماذا؟ سيدتي أفسحت المجال لأن تختار وتحقق خياراتك مع شخصيات عربية وعالمية من سياسيين وفنانين ورياضيين. دعونا نرى من اختار الشارع العربي من شخصيات. رامي عياش، أني معجبة بفن رامي عياش وألبوماته وأغانيه، أقدم له مثلاً جمبري لأنها أكلتي المفضلة. أدعو صاحب السمو الملكي الوليد بن طلال، الصراحة شخصية مثيرة للاهتمام وفيها مفتوح. خادم الحرمين الشريفين، لأنه صراحة تعتبر الشخصية اللي أتمناها أشوفها في حياتي، والله أقدم له كل غالي ونفيس. الملكة رانيا، لأنه أنا كتير معجبة بشخصيتها، وكتير كمان بفتخر إنها ملكة الأردن، عزمها على منصب أردني. أفضل اللاعب ياسر قحطاني، حكم أنه لاعب يعني كبير ومشهور وله سمعته في الكرة السعودية. أنا الأكلات الشعبية السعودية. مغني عبد المجيد عبد الله، فنان سعودي، مطرب رائع، برياني، أي شيء يعني. مذيع علا الفارس، هي شخصية يعني كيف حلوة بكل شيء، في الشكل، بالشخصية نفسها. عندها قدرة على التقديم بشكل رائع مرة، بيتزا ومكرونة. محمد القرني ككاتب وكشيخ ديني يعني، وكتبه جدا رائعة، أنا أحب أقراها. أشكال منوعة يعني، ممكن من الخليجي، ممكن من اللبناني أو المصري أو يعني. والله الفنان تامر حسني، عندي ولادي الاثنين بيحبوه، ده عمر الكبير وياسين. والله يمكن الديك الرومي بيبقى محبب شوية في الحاجات اللي زي كده يعني. بدعي ليلى عبيد، امرأة لعبت هالدور اليوم بمجال المرأة وكرمت بأكثر من مناسبة. فنانة نوال الزغبي، بحبها وبحسها قدمت كثير للفن خاصة بلبنان، ومن الفنانات اللي رفعوا اسم لبنان. فارس كرم، شخصية جذاب أو فينا نقول سكسي أكل لبناني أكيد أو سمك. الوزيرة ليلى الصلح، ست ناشطة، ست عم تزرع البسمة لكثير محطات إنسانية بحياتها، عم تزرع البسمة بكل الأماكن السياحية اللي عم تدعمها. هيلاري كلينتون، أنا بلاقي أنها بتمثل الجمال والذكاء عند المرأة. ميشيل ساسان، ولقيتها إنسانة رائعة، ذكية، دبلوماسية بكل معنى الكلمة. بعزم كل ست حلوة. مشاهدينا، مثل ما شفنا آراء متنوعة من شخصيات مختلفة وأطباق شهية على مائدة الشارع العربي، والآن نحن على مائدة سيدتي. فقد دعينا على مائدتنا الفنانة كارول سائر كوجه فني معروف، والإعلامية المتألقة رانيا الباز، ومعنا الأخصائي والباحث في علم النفس عباس مزهر، لنناقش معه ما هي الأسباب المباشرة لاختياراتنا المتنوعة. طبعا اليوم نحن على مائدة سيدتي عنا موضوع خيالي ولكن واقعي بنفس الوقت. أوقات ممكن نتخيل ما يصير شيء بالواقع، وأوقات ممكن نعيش الحالة بالواقع. أول شيء بدي أسألك كارول، أهلا وسهلا فيكم جميعا. أهلا فيكي، وأهم شيء إن شاء الله العشاء يعجبكم. طبعا أجواء جدا هيك فيها رومانسية. شو رانيا شو رانيا؟ والله أنا جوعانة، نشوف إيش حيجيب. أكيد عشاء، بنوعدك بعشاء كثير 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 طيب. كارول، مين هي الشخصية اللي ممكن تختاريها وتعزميها على العشاء؟ شخصية عربية أو عالمية؟ بدك إياه، يعني إذا بتتخيل هيك حابة تعزمي شخصية لوحدي أنا وياه. لوحدك. يعني أول شيء بيجي على راسي والإنسان يلي بالنسبة لي أنا بياخذه قدوة بكل شيء بحياتي، وبتمنى إنه لبنان يحصل على إنسان مثله، هو الراحل الشيخ زايد.
يعني بحس انا بقلبي انه اذا في انسان، اذا فينا نعمم هالانسان بابا على كل دول. بابا زايد قديش كان يحب شعبه، قديش شعبه كان يحبه، نعم، قديش كان متواضع، قديش كان محب، قديش كان وما زالوا بيعشقوا لغايه هذه اللحظه مثلا. ما هلا يعني عرف وظف الخيرات اللي الله مجد اسمه عطاه اياهم لمصلحه الشعب، لخير شعب بالوقت يلي كتار وظفوا مال الشعب لمصلحتهم هن الشخصيه. نعم. فانا تكون قاعده مع هيك انسان يعني بعتبر حالي وصلت لحلم من احلامي. نعم. نقعد مع انسان بهذا. لكن كارول اختارت الشيخ زايد رحمه الله. رانيا، مين هي الشخصيه اللي ممكن تختاريها وتقعدي تفكري انه عندك مثل امنيه او حلم تكوني انت وياه قاعده على نفس المائده؟ غير انا يعني. طبعا طبعا هذه اول امنيه. خلينا نجيب حدا يعني يكون موجود. طبعا اكيد مائدتي حتكون مائده بالدرجه الاولى حجازيه وبالعموم حتكون سعوديه، فحجيب من بلدي انا، حختار ما حتكون اختياراتي حاله طارئه بل حتكون حاله اصيله، هي الفكر والادب في الحجاز من الدوله العثمانيه الى الهاشميه الى السعوديه اليوم. حذكر لك كذا ثلاثة أسامي. نعم. منها لاختصار الوقت. حذكر لك في البداية محمد سعيد خوجة، هو من رواد الأدب والفكر خلال النهضة الفكرية السعودية وكاتب، الحين حشرح لك. نعم. بعد عنه الشخص الآخر محمد رضا زينل من الأسر الحجازية العريقة اللي احتلت مركز تجاري وسياسي مرموق في العهد العثماني والهاشمي والسعودي. آخر شخصية أيضا محمد طاهر دباغ، يعد من أعلام النهضة التعليمية بالحجاز، واحد من زعامات النخب الوطنية ومن رجال الدولة في العهدين الهاشمي والسعودي. فهدول اللي أنا حازمهم حيكونوا ضيوفي. نعم. هلا دكتور موجود معنا، دكتور مزهر، لي يحللنا ليه كارول اختارت شخصية الشيخ زايد وليه رانيا اختارت هالشخصية المحمدون. ايه الثلاثة يلي مثل ما قلت صناع كانوا البشر والفكر. لا بطبيعة بشكل عام طبعا اللي حكوا، حتى قدرت اكتشف جانب من الشخصية اللي بفكر فيها، شخصية المرأة العربية أو المرأة الشرقية. اختارت كارول شخصية الشيخ زايد لكونه يمثل لها المرجعية الأبوية، وأعطت صفات الحنون المحب الطيب، وابتعدت عن أي تنظير سياسي، رجل سياسي أيضا، فلم تذكر هذه المسألة، كان يعنيها المحبة والحنان، إذا كان يمثل لها المرجعية الأبوية والطموح والرؤية والامتداد إلى المستقبل. الأم عندما يعني الأمان، الأمان والأم التي تعد الطعام لأولادها هي تسلسل المستقبل. إذا حتى هذا الموضوع موضوع حضاري يتعلق بالقيم الإنسانية. أما السيدة رانيا كان اختيارها ذهب باتجاه الرومانسية الأدبية، اختارت شخصيات لها إطارها الأدبي. يعني أنا غير رومانسية أبداً يعني. لا إذا بتريد يعني. ما تتهمني هذه التهمة. في خلوة شرعية مع ضيوفي فحاول تكون. أحياناً نفكر بأشياء نحن لا نكون عليها. كارول أنت لو تقرأ عن دول الشخصيات صنعوا أجيال من المميزين، يعني تتكلمي عن محمد رضا زينل بعدها بزوجته. ذهب وسوى مدرسة أهلية مجانية للأسف بنلاقيهم بعد ذهب زوجته وتخيلي خرج مين؟ خرج صالح كامل، خرج طاهر زمخشري، خرج هشام ناظر من مدرسة الفلاح. اليوم رجال فخر بالإنسان لما يقول أنا فلاحي، يعني صح. أنا من مدرسة الفلاح. قبل ما انهي طبعا حلقتنا، طب غير هالشخصيات اللي هي غلق الغداء خلاص العشاء خلاص لا انا غير الشخصيات هيدي اللي يعني العميقه بفكره بوجودها، هيك شخصيه هيك تغريك انه تتعشي معها؟ والله انا اسالك سؤال لإلي. اول شيء هي انت جاوبي. انا بعتقد قلت مين. مين انا بحب مثلا من العرب؟ بحب الوزير السابق اللبناني غسان سلامي اللي هلا موجود بفرنسا بيعلم بجامعات فرنسا، هو بالامم المتحده. لا شخصيه غير ومن الشخصيات الهيدا بحب الممثل اندي غارسيا. يا لطيف صعب والله ما كان ينعز بس كان جبنا لك هو. لانه طلياني وانت فيك شيء طلياني، بتحكي طلياني كثير محمدين على فوق، بتحكي كثير. انتوا شو قالوا لي عن شخصيات بعيده عن انت مجال بفكر شوي بدك تفكر. ما انت متزوجه؟ انا اكيد بس بحق لو ما قلتي زوجك لا بدك ما ترجعي على البيت. لا 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 بغششك كمان حريه وديمقراطيه، هذه شراره بالعكس. معلوم مين بتختاري؟ بدي وقت فكر. طبعا مين
الحقيقة أنا ما بدي فارس أحلام خصوصاً على الشموع يعني. لا بدي منفذ أحلام. دكتور يجي نتعشى. بعتقد دكتور تعقد الليلة. بدي يحلل يحلل شو بدي يحلل يحلل. أنا إذا بدي حدا هيك موضوع لذيذ بعتقد. بتعرفي أنا من هالأيام كثير حبة مين؟ حبة أوباما كثير. رغم كثير ناس. أنا حسيته عم بيعمل كل شيء تيعقد حائس اللي مش حتزبط معه يا حبيبي. أمريكا في فاميلي. بس دكتور بس بحب إنه أقعد أنا وياه شوي. الشخصية النسائية. بتتخيل حالك انه عازمة على العشاء كوالدتي اكثر انساني برتاح انا وياها الله يخلي لك اياها بس اي شخصيه نسائيه عم لك ما تعرف كيف تاكل وكيف تجيد طعام وكيف تسكت الا اذا كنت تسمع اكثر الحمد لله ما في عشاء كان على المائدة صعب صعب كثير بوضعنا الحالي لهون انتهى نقاشنا وحوارنا على مائدة العشاء اللي اتطرقت له طبعا مجلة هالموضوع مجلة سيدتي واللي الناس عطت آراءها كمان مي بتحب من شخصيات يكونوا موجودين معهم على العشاء بدو اشكرك دكتور على شكرا. تحليلك شكرا. ل رانيا اول خيرات رانيا واكيد كمان كارول صعبني عليك شوي بس نورت سيدتي وكالعاده بحضورك الخفيف وصراحتك رانيا اشتقنا لك كثير على الشاشه نتمنى عودتك باسرع وقت ممكن لان محتاجين كمان فوق ال 30 لا لاعلاميات مثقفات وعند الرؤيه انا انبسطت تعرفت على رانيا وانا كمان انبسطت كثير مهضومه وكثير طيبه فكر كبير ودكتور اكيد من الشخصيات اللي حللت يعني تشرفت اني احلل بجوانب بشخصيته كارول ما نختم معك على مائده العشاء مائده سيدتي باغنيه بعد ما اكلنا شفتي وما اكلنا بعد هذا كرم روتانا هذا كله من دكتوره ما بحب المراه تتكلم عندما تتعشى فلتغني بتحب تغني فلتغني رانيا بتحب الحنبركه كثير وانا اذا كلنا جهله تحيه كبيره في ميكرو ولا هيك هيك جيت بوقتك فرفح قلبي فرفح قلبي آه يا قلبي مساح لعتمي مساح لعتمي مساح لعتمي لساكن دربي دقت الحب ومر الحب دقت الحب ومر الحب آه دقت الحب ومر الحب دقت الحب ومر الحب آه دخيله شامل تبقى قلبي دخيله شامل تبقى قلبي دخيله شاملت بقى شكرا مشاهدينا مع الاحلام والتمنيات بتكون خلصت حلقتنا وبالتاكيد مع سيدتي انت السيده الاولى بالعالم العربي باي باي